أين وصل ملف الاغتيالات في عدن؟ ولماذا تأخرت عضو وزارة الداخلية بتقديم الخليتين المتورطتين بالاغتيالات إلى القضاء؟ وما علاقة الخليتين بالمرتزقة الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ الاغتيالات في عدن بحسب تقارير دولية؟ أهلا بكم. لا تكاد تجف دماء ضحايا الاغتيالات حتى تتلاشى معها الاهتمامات والإدانات وأشكال التعاطف وردود الفعل الغاضبة، ووحدهم ذوو الضحايا من يواصلون مشوار البحث عن من يقف خلف الاغتيالات لتقديمه إلى العدالة. رابطة أسر ضحايا الاغتيالات بعدن أعلنت استعدادها لتقديم عدد من ملفات ضحايا الاغتيالات إلى القضاء، إذ قال المهندس خالد محمد سعد رئيس الرابطة إنهم عقدوا لقاءات مع القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل علي هيثم الغريب لمناقشة الملفات المزمع تقديمها للقضاء ودور الرابطة الإنساني والحقوقي تجاه أسر ضحايا الاغتيالات. ما أهمية تقديم ملفات ضحايا الاغتيالات إلى القضاء؟ وهل سنشهد في المستقبل القريب مرحلة الكشف عن خلايا الاغتيالات ومن يقف خلفها؟ أم سيجمد هذا الملف كما جمد كل شيء في عدن؟ تجمعات وائتلافات ليست على حسب التوجه السياسي ولا على الداخل والعمل، بل بحسب المعاناة والظروف المشتركة. هكذا أعادت الحرب توزيع المجتمع اليمني وفئاته. هناك رابطة لأمهات المختطفين وتجمع آخر لجرح الحرب والمعاقين، وهنا في عدن رابطة لأسر ضحايا الاغتيالات. تكتلات من أجل رفع المعاناة المشتركة وإنصاف الضحايا وتقديم الجنات إلى العدالة وحماية المجتمع. في سنوات ما بعد الحرب والتحرير شهدت عدن العاصمة المؤقتة اغتيالات ممنهجة وواسعة استهدفت مئات القيادات السياسية والدينية والأمنية وقادة في المقاومة الشعبية. دماء الضحايا تنزف باستمرار في الطرقات وعلى أبواب المساجد دون أي إجراءات أو تحرك جاد من السلطات الأمنية في عدن والشرعية والتحالف الممسك بزمام الأمور هناك. أسر ضحايا الاغتيالات أسست رابطة للتعبير عن قضيتهم وكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة إنصافا للضحايا وأسرهم وحماية المجتمع من الدم والفوضى. بعد إشهار الرابطة بأشهر كشفت اليوم أنها بصدد استكمال عدد من ملفات ضحايا الاغتيالات لتقديمها للقضاء للبت فيها. فماذا يمكن أن يقدم القضاء وما مدى قدرات أجهزة الدولة على تنفيذ أوامره في عدن؟ رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات المهندس خالد محمد سعد شقيق محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد قال إن استكمال ملفات ضحايا الاغتيالات هي المرحلة الأولى التي عملت الرابطة على استكمالها تهيئة لتقديمها إلى القضاء للبحث عن الحقيقة والعدل والإنصاف لأسر ضحايا الاغتيالات. خطوات جادة لتحريك ملف ضحايا الاغتيالات في القضاء تأتي بعد أشهر من كشف وزير الداخلية الميسري عن تفاصيل ومعلومات بشأن ملف اغتيالات الخطباء والأئمة، معلنا عن ضبط خلايا إرهابية متورطة بالاغتيالات. يومها قال إنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن قتلة الشيخ راوي وعدد من قتلة الأئمة وخطباء المساجد في مدينة عدن، لكن إلى اليوم لم يحن ذلك القريب العاجل الذي أعلن عنه وزير الداخلية. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن وحيد سلام المحامي، وكذا من جنيف ليزا البدوي أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد سلام من عدن. يعني خلال الأيام الماضية التقت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في عدن بوزير العدل كذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى، كيف تقرأ هذه الخطوات؟ أولا شكرا على هذه الاستضافة، وكذلك نشكر قناة بلقيس على فتح مثل هذه الملفات العالقة يعني منذ فترات طويلة ولم تلقى التغطية والاهتمام المناسب. تحرك رابطة ضحايا الاغتيالات في عدن نحو القضاء قد لا يجدوا هناك الحل، او قد لا يجدوا هناك المعالجة الذي تشفي صدورهم، لانه عمليا لم تحل هناك قضايا، يعني قضايا الاغتيالات هذه اغلبها في مجملها لم تحل الى القضاء وما زالت حبيسة في لدى الأجهزة الأمنية التي لم تستكمل ملفات التحقيق فيها او لم
يظهر هناك أي متهمون، وغالبا ما كانت تلقى التهم على جماعات إرهابية بشكل مبهم. وماذا ممكن للقضاء أن يصنع إذا لم تقدم الأجهزة الأمنية ملفات متكاملة عن كم على الاستدلالات والتحقيق والأدلة؟ ماذا ممكن أن يصنع القضاء بملفات فارغة؟ القصور إذا 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 يعني أردنا أن نحدد الجهة المسؤولة عن ما يحدث من تهاون أمام هذه الجرائم الذي مست أمن المجتمع وسلام وسكينة المجتمع، وشجعت كذلك الجهات المنفذة لهذه العمليات على الاستمرار وعلى التوسع والتنويع في الاغتيالات. ف قصور الأجهزة الأمنية أنا أحمله المسؤولية الكاملة لكي يستطيع القضاء أن يوجه التهم ويحاسب. قصور الأجهزة الأمنية له أسباب كثيرة، تعدد هذه الأجهزة، عدم تبعيتها لقيادة موحدة، عدم العمل بشكل مؤسسي ومنهجي مثل ما عهدنا في الأجهزة الأمنية المتخصصة في أي طيب. مجتمع وفي أي دولة. سيد سلام، دعنا نضع هذه النقاط إلى حينها. دعنا قبل ذلك أنتقل إلى السيدة ليزا البدوي، معنا عبر السكايب من جنيف، وهي أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات. سيدة البدوي، في سياق أن أسر الضحايا، ضحايا الاغتيالات عبر الرابطة، انتقلوا من مرحلة متابعة القضية عبر الأجهزة الأمنية إلى تصعيد الملف إلى القضاء، كيف تقرأين هذه الخطوة وفي أي سياق تضعينها؟ شكرا لكم ولهذه الاستضافة، وأحييكم وأحيي مشاهدينكم الأكارم. بالنسبة لهذه الخطوة التي قام بها رابطة أسر ضحايا الاغتيالات، أعتقدها أنها خطوة إيجابية، مثل ما قلتم في تقريركم بأن أهالي الضحايا هم المعنيين حقيقة في البحث عن الحقيقة وإنصافهم وتحقيق العدالة. وتحقيق العدالة لا يتم إلا عندما يتم مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم والوقوف عليها حتى لا تتفشى ولا تنتشر. فإن استقرار عدن كمنطقة محررة وكعاصمة يجعل المجتمع الدولي يثق بأن هذه المناطق المحررة فعلا هي مناطق نستطيع أن نقول أنها قد تحررت من براثن ميليشيا الحوثي، وأنها فعلا تستتب فيها الأمن والاستقرار وليس الفوضى. بالنسبة للقاضي الدكتور علي ناصر سالم، هو شخص معروف جدا، وهو ابن السلك القضائي، قد تدرج به منذ العام 73 عندما كان قاضي جزائي، ثم عندما تولى عضو المحكمة العليا في العام 82، وحاليا عين رئيس مجلس القضاء الأعلى في العام 2012. هذا السجل التاريخي العظيم للدكتور يجعلنا بثقة أن الدكتور سيكون عند المسؤولية لتحريك ملفات هذه الملفات بالنسبة للاغتيالات التي حصلت، والحث للجهات الأمنية بسرعة استكمال ملفات الضحايا بتوجيه التهم للأشخاص الذين اشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم بأسرع وقت ممكن. طيب دعيني أعود إلى السيد سلام، وقد يعني أنت أشرت سيد سلام إلى أن العملية لم تحل هذه القضايا بعد إلى القضاء، لكن هناك نوع من التصعيد من قبل أسر ضحايا الاغتيالات عبر مخاطبتهم أو عبر حديث يعني رئاسة هذه الرابطة مع وزير العدل وكذا رئيس مجلس القضاء الأعلى. طيب في سياق ما يجري الآن، هل القادر أو سياق الوضع الحالي، هل القضاء أساسا قادر على إنصاف الضحايا أو على الأقل التقدم في ملف يعني إنصافهم والتحقيق في هذه الاغتيالات التي حدثت ويبدو أنها ما تزال تحدث أيضا؟ التصعيد مطلوب، تحرك المجتمع في مواجهة هذه العملية الممنهجة التي لم تعد ظاهرة بل أصبحت يعني عملية ممنهجة. مواجهة المجتمع لها شيء مهم، وتحرك أهالي الضحايا وتنظيم أنفسهم في رابطة لضحايا الاغتيالات في عدن شيء إيجابي. أنا أتذكر أنا كنت أحد الناشطين والمتحركين في متابعة قضايا مخفيين قسريا بعد الحرب،
وكنا نواجه صعوبات كبيرة في ظل وجود الدولة الضعيف في البدايات، وكذلك وجود عدم وجود الأجهزة الأمنية المختصة التي ممكن أن تتجه إليها. ولكن عندما شعرنا نحن كقانونيين ومحامين وناشطين حقوقيين يعني بأننا لم نصل إلى نتائج في متابعة المخفيين قسرياً ولمدة طويلة، تحركنا نحو المجتمع، تحركنا نحو الأسر، نحو أبناء وأرامل يعني وأمهات هؤلاء الضحايا، ودفعنا المجتمع إلى الشارع، دفعنا المجتمع أن يتحرك إلى تشكيل رابطة المخفيين قسرياً التي هي الآن معروفة ولها وقفات دائمة أمام المجمع القضائي وأمام المقرات السيادية للدولة. والآن أقول يعني حتى وإن جاء متأخراً لن يحرك هذا الملف إلا تحرك المجتمع، المجتمع في عدن، المجتمع المسالم الذي لم يعتد على هذه النوعية من الجرائم هو الذي سيحرك الأجهزة الأمنية. أنا هناك قضايا لها يعني في بدايات، يعني تحررت عدن في 17 يوليو، يعني إذا أطلعك على الإحصائيات يعني شيء مفاجئ، يعني من يعني وتصاعد هذه العمليات. يعني أول عملية حصلت تحررت عدن في 17 يوليو، بينما أول عملية يعني اغتيال حصلت للعقيد الشهيد عبد الحكيم السنيدي في 30 أغسطس، يعني تقريبا يمكن 15 يوم. يعني بعد يعني خلال عام 2015 هناك 13 عملية اغتيال استهدفت قادة الأجهزة الأمنية، وكان من يعني المجتمع مصطوم ولم يحرك أحد ساكن في أجهزة الدولة. يعني 3/2016 33 عملية اغتيال وتصفية لقيادات أمنية وبينهم قضاة، ويعني 2016 العقيد سنة ثابت اليافعي، يعني كانت أول عملية في 2016. يعني 2017 يعني أنا إذا أطلعك على الإحصائيات يعني ست عمليات اغتيال كلها لضباط وقادة أمنيين. كان المفترض بهؤلاء الرجال الشهداء الذي فقدهم المجتمع وفقدتهم السكينة والأمن في هذا المجتمع المسالم في عدن أن يقوموا بمهامهم في هذه المرحلة. هؤلاء كانوا رجال مدربين أصحاب خبرة في الجانب الأمني وفي مواجهة مثل هذه القضايا، تم تصفيتهم بعناية وبشكل ممنهج في سكوت كل الأطراف، في سكوت الدولة، في سكوت الأحزاب والتنظيمات السياسية. لم يواجه هذه المأساة والمجتمع بصدره العاري في تلك الفترة. وإلى الآن بعد أن حضرت الدولة وبدأ أن لفتنا نظر العالم إلى هذه الاغتيالات وضج صوت المجتمع، كذلك لم تحدث معارقات، بل أنا أطلعت في 2018 هناك 18 عملية اغتيال، 2018 نفسها، يعني آخر عملية كانت في أكتوبر، 28 أكتوبر، يعني لا يفرقنا يعني إلا 6 أشهر من هذه الفترة. كل هذه العمليات للأسف لم تلقى لا يوجد هناك ملف واحد مكتمل. أنا طيب، يعني إذن هناك أمران، هناك أمران ملاحظان في هذا السياق سيد سلام. أولا أن العمليات مستمرة ويبدو أنها تتصاعد أيضا في سياق العددي، وكذلك أو في سياق تنوع المستهدفين، وكذلك في سياق أن إلى الآن يتم الإعلان عن خلايا تم ضبطها، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء المنخرطين في هذه الخلايا، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة. وهنا أنا أتساءل وأنقل هذا التساؤل للسيدة ليزا البدوي، إلى ما يؤشر ذلك مسألة ارتفاع عدد الضحايا، وكذلك إلى الآن لم يقدم مرتكبو الاغتيالات للمحاكمة؟ برأيك إلى ما يشير ذلك؟
أكيد أن ارتفاع عدد الضحايا وعدم تقديم أي شخص من اللي ارتكبوا هذه الجرائم للقضاء هو مؤشر على ضعف الأجهزة الأمنية في عدن في الوقت الحالي. إن مسألة توفير الأمن والسكينة والاستقرار للمواطنين ولكل الساكنين في عدن في هذا الوقت هو من صلاحيات أجهزة الأمن الموجودة في هذا الوقت، وهي المنوطة بتوفير بتوفير الأمن، كما أنها عملية مشتركة ما بين الأجهزة الأمنية وما بين وزارة العدل. حقيقة كما قال ضيفكم الكريم في بداية اللقاء أن هنالك نوع من الشتات، هذا الشتات قد أهدر الحقوق بالنسبة لعدم انسجام الأجهزة الأمنية العاملة في عدن في هذا الوقت بسبب بعض الصراعات أو الحسابات السياسية، والتي تسببت في فقدان الكثير من الحقوق، والتي قد تتسبب الكثير من ضياع الحقوق مستقبلا. هذه التحديات فعلا واجهتها عدن منذ أن تحررت في العام 2015. قد في بداية الأمر كنا نقول أن هذه التحديات تكون بسبب أن هنالك الكثير من البؤر الإرهابية التي كانت تبدأ تعاود الانتشار بعد أن تحررت أبيان من القاعدة ومن البؤر الإرهابية التي موجودة سواء كانت في أبيان أو في لاحق، لكن فيما بعد أن استمرار عمليات الاغتيالات لبعض الأشخاص أحيانا لا نجد مبررا لاغتيالات بعض الأشخاص ليس لهم أي علاقة مثلا بأي تيار سياسي أو ديني، أشخاص ليس لهم أي مجال يعني بالنسبة يعني هل ممكن أفهم شخصيات منك أن بارزة مثلا هناك من اغتيال له بعض تبرير؟ يعني هذه الشباب نقطة خطيرة سيدة ليزا، هل هناك تبرير لاغتيال العناصر الأمنية أو العناصر المحسوبة على الأجهزة أو الأحزاب السياسية، حتى تكون الرسالة واضحة للجمهور المتابع؟ نعم لا طبعا لا يوجد أي تبرير لاغتيال أي شخص كان، الاغتيال يعني شيء بشع، إزهاق الأرواح يخالف القانون اليمني ويخالف الدستور اليمني. بالعكس إن نحن نحث السلطات الأمنية الموجودة الآن في العاصمة عدن عندما إذا اشتبهت بأي شخص أن يمتثل للقضاء، أن يتم ضبطه، أن توجه له تهمة واضحة المعالم، وأن يكون هنالك أدلة في حالة أنه إذا كان مثلا ضد توفر الأمن أو أن له أي علاقة مثلا بأي جماعات مسلحة أو جماعات إرهابية سواء كان في عدن أو أي في منطقة من المناطق المحررة. لكن أنا أقصد أن عمليات الاغتيالات أحيانا قد لا تصيب أشخاص معينين مثلا لانتمائهم لحزب سياسي معينا، بل إنما الاغتيالات قد تحدث لأشخاص أو شباب صغار السن من 16 17 سنة ليس لهم أي علاقة بكل هذا الخضم والمشاكل الحاصلة الآن مثلا في اليمن بشكل عام. هذا ما أود الإشارة إليه. بكل حال إن توفير الأمن هو من اختصاصات سلطات الأمن الموجودة حاليا في عدن، ويجب عليها أن العمل مع الحكومة اليمنية، طالما أن الحكومة اليمنية هذه معترف بها من المجتمع الدولي وهي منوطة وهي ملزمة ومسؤولة بتوفير احتياجات الناس وبتوفير الأمن والاستقرار، فيجب عليهم العمل مع بعض دون الدخول في الصراعات التي ستضيع وستفقدنا كل المكاسب التي حققناها حتى الآن. طيب في هذا السياق، أمام الدور يعني الذي يبدو أن السلطات الأمنية لا تقوم فيه في على الأقل بالوجه الأمثل في هذا الوقت، وحتى مسألة إعلان هذه الأسماء لا يتم، وكذلك يعني استمرار عمليات الاغتيال وتزايدها بشكل أو بآخر، برأيك ما هو الدور أو ما هو المناط بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية في سياق الضغط لتحقيق العدالة وتجريم الجناة؟ دور منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي حث هذه السلطات الأمنية على أن تعمل قدما من أجل إنصاف هذه الضحايا وإنصاف هذه الأرواح، بأن تمثل إلى القضاء كل من ارتكب هذه الجرائم. أنا نفسي أتساءل حتى الآن مثلا الذين قاموا باغتيال المحافظ عدن السابق جعفر، اللواء جعفر، أين هم حتى الآن؟ يعني في كل مرة عندما نقول أن هنالك فعلا مثل ما قال ضيفه، في كل مرة تحدث عملية اغتيال لشخص معين سواء كان مثلا من الرموز السياسية أو حتى شخص مدني لا علاقة له بأي نشاط سياسي أو أمني في عدن، ثم بعد ذلك دور الحديث أنه تم الاشتباه بأشخاص معينين وأنهم سيمتثلون للجهات القضائية، يتم إسكات هذه الملفات ولا نجد بعد ذلك أي خطوط تدلنا على أن المسار القضائي يسير بشكل صحيح، يطمئن أن هنالك العدالة إذا لم تكن هنالك قضاء ناجز منصف يتحقق في هذه المحافظات المحررة
فإن المستقبل ينضن بالكثير من الخطر، لأنه غياب القضاء، غياب الدور الفاعل للقضاء وللنيابة العامة وللأمن في عدن لا يؤشر على وجود دولة ستكون يعني مثل ما يقال مناطق محررة للمجتمع الدولي نقول فيها فعلا أن نحن نختلف عما يكون في صنعاء، نحن نختلف عن صنعاء، هذا ما نريد أن نوصله. أشكرك سيدة ليزا البدوي، أمينة عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أعود إليك سيد سلام وأنت معنا من عدن. في سياق الحديث على أن وزارة الداخلية أو وزير الداخلية كان قد أعلن أنه تم إلقاء القبض على خليتين للاغتيالات، مدير الأمن قبل ذلك في عدن كان قد صرح على أن هناك قبض على خلية اغتيالات في عدن، إلى الآن لم نسمع عن تقديم أي خلايا للمحاكمة. هذا ملف كثير الغموض، شائك أيضا. ما الذي يجب أن يقال فيه سيد سلام؟ أنا أريد أن أرسل رسالة لأهالي هؤلاء الضحايا المغدور بهم في هذا المجتمع المسالم، في هذه المدينة المسالمة. أريد أن أقول لهم أن العدالة وإن تأخرت ولكنها ستأتي. سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل من كان يقف وراء هذه العمليات الممنهجة في تصفية شخصيات ورموز في هذا المجتمع، لا لشيء سوى لأغراض منها سياسية ومنها مالية. ولكن كل إذا تابعنا التصريحات، وأنا أحد المتابعين الجيدين والمتخصصين في متابعة رصد قضايا الانتهاكات حقوق الإنسان والاغتيالات منذ العمليات الأولى كما حدثتك في 2015، ثم إلى حادثة يعني اغتيال الشهيد جعفر محمد سعد محافظ عدن، ثم إلى اغتيال الشيخ العدني في الفيوش في لحج، كانت هناك تخرج تصريحات بأنه تم ضبط أطراف وتم ضبط خلايا. ولكن أنا أريد أن أقولها بشكل واضح، هذه مغالطات، لم يتم ضبط أحد بشكل مهني، بشكل قانوني، بشكل أن يتم ربط الصلة ما بين هؤلاء المضبوطين والجرائم. كانت عمليات عشوائية، ولذلك لم تسفر هذه الملفات إلى الوصول إلى الجناة الحقيقيين ومن كانوا يقفون وراء هذه التصفيات. ولذلك لا يوجد هناك أحدا مضبوط، سواء يعني في عملية اغتيال الشهيد سمحان عبد العزيز الراوي إمام وخطيب مسجد البريقة، يعني تقريبا هذه هي العملية الوحيدة اللي هناك مضبوطين، و يعني كما أعرف أنه يتم التحقيق ومن كان يقف وراءها ومن مولها وكل التفاصيل المتعلقة بها. أما 70 عملية اغتيال ما بين قضاة ورجال يعني في يعني قادة عسكريين وأمنيين إلى رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة إلى شخصيات متنوعة، 70 عملية اغتيال لم يتم هناك رصد ما يتعلق بها، أو هناك ملف تحقيق متكامل كما نعرفه نحن القانونيين. هذا غير موجود، وهذا وهم يباع للمجتمع من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل من يصرحون بها. للأسف هذه أقولها حقيقة أنا. لكن كما قلت في البداية، حتى وإن غابت العدالة الآن لكنها وإن تأخرت ستأتي. بكل تأكيد إذن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد سلام. أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف، توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق، أو عفوا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أرحب بك سيد توفيق. يعني الآن محاولة من قبل رابطة أسر ضحايا الاغتيالات بعدن إلى تصعيد ملف الاغتيالات للقضاء، هل تعتقد الآن يعني في ظل الملابسات الجارية إلى أي مدى هذه الخطوة هي إيجابية في سياق تحريك هذا الملف وإحداث
يعني نوع من العدالة والإنصاف فيه. مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم ولضيفك الكريم. أنا بعتقد اليوم أن تحريك هذا الملف الشائك والمعقد على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي هي خطوة إيجابية على الأقل لتقديم رسائل للداخل والخارج بأن أهالي الضحايا لن يتركوا هذا الحق وأنهم سوف يلاحقون مرتكبي هذه الجرائم سواء اليوم أو غدا سواء على مستوى القضاء المحلي أو على القضاء الدولي. هذا الملف يأتي في هذا السياق في إطار مهم ومهم جدا على الأقل أيضا من أجل لفت أنظار المجتمع الدولي لهذه القضية التي تمت في العاصمة عدن على وجه الخصوص خلال الفترة السابقة. إلا أنه أنا أعتقد على المستوى القضائي ربما تواجه هنالك إشكاليات كبيرة وكبيرة على المستوى الفني وعلى المستوى التقني وحتى على المستوى القضائي على مستوى الاختصاص اليوم، لأننا نعرف اليوم عملية أو قضية استقلال القضاء السلطة التي تسيطر على الأرض وتتحكم في كثير من القرارات. أيضا هذا الملف محتاج اليوم إلى خبرة فنية عالية خاصة بعد كشف تقارير دولية عن وجود مرتزقة ومجموعة من دول مختلفة، يحتاج إلى عملية تشبيك كبير بين القضاء المحلي والداخلي، وأعتقد هذه الأمور ستقف عائق لكنها لا تمنع أن يأخذ الضحايا حقوقهم اليوم أو غدا أو بعد غد. طيب في سياق الحديث عن التحقيقات التي أو عفوا عن عملية إعلان أن هناك خلايا تم ضبطها، يتحدث كان ضيفي قبل قليل من عدن على أن هذا يعني هذه التصريحات كانت بمثابة بيع الوهم للناس في عدن، لكن مع ذلك هو يشدد على أن في نهاية المطاف الحق سيعود لأهل، هذه رسالته إلى الأهالي. في سياق التصريحات بأن هناك خلايا اغتيال تم ضبطها سيد توفيق، برأيك ما هي أسباب مثل هكذا التصريحات؟ لماذا لم يتم بشكل فعلي وحقيقي تقديم المتورطين في هذه الاغتيالات يعني سير العملية عملية التحقيق بشكل مهني وكذلك تقديمهم للقضاء؟ تحريك اليوم الملف على المستوى الداخلي أو على مستوى الداخل هو بلا شك سيضع السلطة القضائية اليمنية بشكل عام على المحك، خاصة اليوم سيكون هنالك ستكون النائب العام مجبر على أن يفتح تحقيق شفاف وواسع في هذه الانتهاكات، ونحن ندرك أن التصريحات التي تمت من سابق لأن هذا الملف هو متشابك بصورة كبيرة ذو بعد سياسي داخلي ودولي على المستوى الخاص، وبالتالي كان هنالك محاولة لامتصاص الشارع وغضب الشارع، محاولة للتنفيذ خاصة وأن أصال الإعلام والصحافة والناشطين كان هنالك أصابع تشير مباشرة إلى الفاعلين على المستوى السياسي على الأقل إلى جهات معينة مثل دولة الإمارات أو خلايا تتبعها هنا وهناك، وبالتالي أتى هذا الاستهلاك الطويل خلال الفترة السابقة لمحاولة امتصاص الغضب. هنالك بلا شك خاصة في قضايا في عملية اعتقال الشيخ الراوي، أهالي الراوي أنفسهم هم الذين قبضوا على بعض المعتقلين وسلموهم للجهات الأمنية. أنا أعتقد اليوم هذا الملف سيتكشف حقيقة دور الأجهزة الأمنية ومصداقية تصريحاتها السابقة وحقيقة التحقيقات التي تم، وأيضا من تم القبض عليهم من قبل الأهالي مثل قضايا الشيخ الراوي، هل ما زالوا في السجون وإلى أين ذهبت التحقيقات، لماذا لم تحال القضايا للنيابة. اليوم النيابة العامة إذا تم رفع هذه الدعوة بصورة مباشرة من قبل المحامين ووضعت أمام مكتب النائب العام سيكون هنا اختبار حقيقي، وستتكشف نوايا وجهات كثيرة ستحاول عرقلة هذا الملف، لأننا نوقن بأن ملف الاغتيالات سواء في عدن أو في كثير من المحافظات قعزة وغير ذلك ذات طابع سياسي بالدرجة الأساسية وإن كان المسؤولية الجنائية قائمة. في هذه النقطة أعود إلى السيد سلام. سيد سلام، برأيك أين
يعني أين مصدر العرقلة بالتحديد؟ هل هو ب يعني السلطة المحلية، الحكومة التي تتواجد في عدن، أم أن هناك جهات سياسية فوق هذه السلطات هي من تعيق الاستمرار في التحقيقات وضبط الجنى وإعلانهم وتقديمهم للمحاكمة؟ أنا أعتقد أن هناك جملة من العوامل وجملة من المواقف اقتصت جنب بعض وأدت إلى هذا الواقع، أن لا يجد ضحايا الاغتيالات في عدن العدالة وأهاليهم الطمأنينة. هناك من يدير هذه المدينة بإدارة يعني هناك أسلوب في الإدارة يسموه الإدارة بالفوضى. هناك من يصر على عدم توحيد الأجهزة الأمنية، حتى وإن كان هناك أطراف تريد أن تعيق أو تعرقل حصول هذا المجتمع على العدالة والضحايا على العدالة، لكن لو وجدت هناك أجهزة أمنية محترفة، أجهزة أمنية تقوم بمهامها بمهنية، سنصل إلى الحقيقة وستتحقق العدالة. ولكن كيف سنصل إلى الحقيقة دون وجود أجهزة أمنية؟ الأجهزة الأمنية أجهزة الآن غير محترفة، أجهزة أنا أقول لك وأعود أؤكد كلامي، كل التصريحات عن القبض على خلايا وأن هناك ناس خلايا تم التحقيق معهم هي مجرد تصريحات للتغطية على العجز الجسيم الذي تقع تحته الأجهزة الأمنية والدولة بشكل عام. ولكن المجتمعات تدافع عن نفسها، يعني عبر التاريخ شاهدنا ذلك وعرفنا ذلك المجتمعات. طيب أنا سأعود إلى سؤالك عن يعني في سياق أنه عندما تقوم الأجهزة الأمنية يعني بالوقوف متفرجة، ما هو الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في رفض الجرائم وتحريك الشارع؟ لكن قبل ذلك دعني أعود إلى السيد توفيق الحميدي وأسأله، وهو في نقطة أشار إليها عندما تحدثت عن يعني أشرت عن التقارير الدولية التي تحدثت عن استئجار دولة من دول التحالف لخلايا اغتيالات في عدن، أبرزها كان تقرير شهير لموقع بازفيد الأمريكي. لماذا برأيك تصمت الأجهزة الرسمية أمام هذه التقارير؟ لم تعاقب بشكل واضح أو تدلي بتصريحات بخصوصها؟ وكذلك هل يستطيع القضاء المحلي الاعتماد على هذه التقارير الصحفية في سياق إدانة هذه الدولة التي اتهمت في هذه التقارير وتقديم المسؤولين فيها إلى المحاكمة أو المطالبة محاكمتهم سواء محليا أو دوليا؟ نعم، هنالك يعني ما يثير كثير من الاستفهام هو حول صمت هذه الحكومة الشرعية، لأنه في قضية التقارير عندما تحدثت عن وجود مرتزقة أجانب وذكرتهم بالاسم وجنسياتهم وحددت موقع الشركة، كان الأمر بالإضافة إلى عملية الاغتيالات هو متعلق أيضا بانتهاك سيادة البلد، يعني أن الدولة تنتهك سيادة البلد. هذا يؤكد على أن اليوم الحكومة الشرعية مختطفة القرار وغير قادرة على اتخاذ أي موقف من قبل على سبيل المثال مقابل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلا كان من المفترض على سبيل المثال أن تطالب أو من أجل تطمين الرأي العام اليمني توعد بفتح تحقيق في هذا الملف من أجل كشف الحقيقة للرأي العام. لكن صمت الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية على سبيل الخصوص وإلى غير ذلك يؤكد على أن هذا الأمر هو أكبر من الحكومة الشرعية، وأنه بالفعل هذه الدولة التي تعاملت مع المرتزقة حقيقة هي متورطة في هذه الانتهاكات. قضية القضاء اليمني، نحن ندرك اليوم أن الحكومة اليمنية والقضاء اليمني غير قادر على فتح هذا الملف بمهنية عالية، لأن هذا الملف اليوم محتاج إلى إمكانيات فنية وتقنية ومحتاج إلى أيضا تأهيل قضائي عالي، لكن فتح هذا الملف خيرا من أن لا يفتح. بالنهاية عدم قدرة هذا القضاء على أن يبط في هذه القضية أو يحكم فيها
سوف يمنح الأهالي حق التقاضي أمام القضاء الدولي أو الذهاب إلى محاكم ذات صبغة دولية بعد استنفاذ القضاء المحلي دوره عجزي عن فتح مثل هذا الملف. وبالتالي نحن اليوم أمام تشابك سياسي وتشابك قضائي في نفس الوقت، لكن أنا أقول أن تحريك هذا الملف هو في صالح القضايا، خاصة وأن هنالك أعتقد قضايا اليوم في فرنسا على سبيل المثال بدأت بمطاردة هؤلاء المرتزقة الذين ثبت تورطهم في مدينة عدن بمحاولة أو اغتيال بعض النشطاء السياسيين في هذه المدينة. أشكرك سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سامن للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من عدن، سيد خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات من هناك. سيد خالد، في سياق الحديث عن رابطة أسر ضحايا الاغتيالات، بداية لو تضع السادة المشاهدين بأبرز أهداف هذه الرابطة وأبرز الذي قامت فيه في سياق إنصاف ضحايا الاغتيالات إلى الآن. سيد خالد هل تسمعني؟ مهندس خالد؟ إذا هناك خلل في التواصل مع سيد خالد محمد سعد، سنحاول إعادة التواصل معه. إلى حين ذلك أعود إليك سيد سلام، وكنا نتحدث قبل الذهاب إلى السيد الحميدي حول دور الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني كذلك، في سياق يعني تكوين رأي عام مضاد لهذه، رافض لهذه الجرائم، محرك لهذه الملفات ليضغط بشكل أكبر للحكومة. ما هي أبرز النقاط التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق؟ سيد سلام، أنا أريد أن أؤكد أن كما يعرف الجميع أن نعم تفضل تسمعني؟ نعم تفضل. أيوة، ما أريد أن أؤكده أن المجتمع اليمني بكل اتجاهاته وتوجهاته شمالا وجنوبا شرقا وغربا مجتمع لم يتعود على هذا النوع من الجريمة. جريمة الاغتيال والتصفيات هي جريمة محدثة وجريمة دخيلة على هذا المجتمع شمالا وجنوبا. عبر تاريخ هذا المجتمع لم تحدث هناك عمليات اغتيال بهذا الحجم وبهذه البشاعة وبهذا العجز، ولم يتم مواجهتها بهذا العجز. هي عبر عقود حالات معدودة حصلت النوعية هذه من الاغتيالات والتصفيات. ولذلك أقول أن المجتمع مصدوم، ولكن تجاوز المجتمع مرحلة الصدمة لهذه النوعية من الجرائم والتصفيات، وانتقل المجتمع للدفاع عن نفسه وللاصطفاف. وهذه الرابطة ربما هي أحد تجليات ذلك. لذلك سيد سلام، دعنا نعود إلى سيد خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات الذي يعود إلينا. أرحب بك سيد خالد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذا بالبداية سيد سعد، لو تضعنا في صورة أبرز ما تعنى به الرابطة وأبرز ما قامت به إلى الآن منذ تشكيلها إلى الآن. السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا على استضافتي في هذا اللقاء. بالنسبة للرابطة تم استشهارها وتم حصر الشهداء الاغتيالات، من ثم بدأنا بتجميع الملفات، ثم بدأنا بمقابلات. تم اللقاء مع وزير العدل، مع رئيس القضاء الأعلى، مع النائب العام، وكلهم كللت بالنجاح. وبدأنا الآن بتسليم الملفات للمحامين نتيجة للظروف المالية للرابطة، لأن الرابطة من أسر الشهداء أعلننا عنه، ما بس أي طرف خارجية معتمدين عليه، وهذه كلها نتيجة الظروف المادية. حاولنا أن نجمع الآن 20 ملف نقدمه، لأنه فيها متهمين
والآن سوف تقدم للنيابة والمحامين استلموا الملفات كامل وتم الاتفاق معهم وإن شاء الله سوف يكون اليوم بدأت أول محاكمة مع متهمين في الابن الطويل في محكمة الشيخ عثمان أول جلسة اليوم هي كانت وبقية الجلسات سلمت الملفات للقضاء على أساس أنه بعد إجازة شهر رمضان. إذا هناك يعني تحرك في هذا الملف، يعني بالتحديد ما كانت ثمار اللقاء بينكم وبين وزير العدل وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ والله كملت بالنجاح وكان في طرحوا لنا صدور مفتوحة لهم وقدموا لنا العون الأكبر بالنسبة لغرض تقديم الملفات ومن ناحية النائب العام من ناحية رئيس القضاء ومن ناحية وزير العدل يعني قاموا بخدمة الرابطة إلى أبعد حدود إن شاء الله بإذن الله. طيب في سياق أن إلى الآن يعني لم يقدم مرتكبو الاغتيالات للمحاكمة كذلك لم يعني بعدما يعني يتم الإعلان عن ضبط لمنفذين للاغتيالات لا يعلن عن ما جرى معهم بعد ذلك، ما هو الجديد لديكم في هذا الخصوص سيد سعد؟ نحن عملنا الإشهار لهذا السبب سؤال وجيه من قبلك عملنا نحن الإشهار وأسسنا الرابطة لسبب أن الناس في السجون ما حد يعرف لكن بعد الإشهار والرابطة تمت النزول إلى معاينة المتهمين يعني موجودين متهمين في السجون من القتلة ومن وعايناهم والآن على صدد المتهمين الموجودين الآن رفعنا الملفات للمحاكمة. إذن أشكرك سيد خالد محمد سعد رئيس رابطة أسر ضحايا الاغتيالات كنت معنا عبر الهاتف من عدن. سيد سلام يعني في سياق الحديث عن هذه الرابطة تحدث السيد خالد محمد سعد وهو رئيسها عن أن هذه الرابطة مشكلة من جهود أسر الضحايا ليس هناك دعم يتحدث عن ما يمكن أن يعرقل يعني الاستمرار في هذه الملفات بداية ما تعقيبك على مسألة التشكيل هذه الرابطة وكذا ما هو دور المنظمات في سياق دعم هذه الجهود؟ أنا أحيي المهندس خالد محمد سعد أخ الشهيد جعفر محمد سعد محافظ عدن السابق أحييه وأحيي كل من تحرك معه من أهالي الضحايا المغدورين أو من المجتمع المتطوع لإشهار هذه الرابطة هذا دليل على إيجابية المجتمع دليل أن المجتمع لن يقع يعني تحت التأثير السلبية الموجودة من أجهزة الاختصاص الأمنية وأجهزة الدولة المجتمع مثل ما قلت وأقولها دائما أن المجتمع تدافع عن نفسها عبر التاريخ وأنا أريد أن 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 أدعو كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التضامن مع هذا المجتمع الجريح المغدور الذي فقد يعني الكثير من رجاله وكوادره وشبابه دون أن يجد العدالة أدعو الجميع للتضامن مع مدينة عدن وضحاياها في هذه الاغتيالات والتصفيات الغادرة كما أدعو الأحزاب السياسية المفترض أن تكون لها دور إيجابي دور فاعل في مساندة هذه التشكيلات الاجتماعية مثل هذه الرابطة وغيرها من المنظمات ورفع صوتها للأسف الأحزاب السياسية يعني أثبتت فشلها في السلم والحرب لم تكن في مستوى
احتياجات وآلام وطموحات هذا المجتمع في أصعب ظروفه. يعني ندعوها على الأقل في هذه المرحلة مرحلة الألم أن تصطف بصوتها وموقفها. أريد أن أؤكد أمر آخر، أن من يراهن أن هناك مصالح أو سياسات سواء كانت داخلية أو خارجية تقف وراء هذه الاغتيالات، علمنا التاريخ وعلم الجميع لا مهما طال الزمن ومهما حاولوا تغييب العدالة تظهر العدالة على مواقف الشعوب. شاهدنا بنوشيه وشاهدنا ما حصل الكثير من اقترفوا العدوان ضد المجتمعات أنه تم محاسبتهم. ولذلك أدعو المجتمع إلى الاصطفاف مع هذه الرابطة، أدعو الأحزاب السياسية أن تقوم بدورها. نعم سيد سلام. سيذكر هذا المجتمع القريح، سيذكر المجتمع هذا موقف هذه الأحزاب وتقصيرها، سيذكر موقف الأجهزة الأمنية. أنا أدعو الأجهزة الأمنية إذا كانت عاجزة عن الدفاع عن هذا المجتمع أن تتنحى جانبًا. نحن بطبيعة الحال يجب عليها القيام بدورها في سياق تقديم من يقوم بهذه الاغتيالات وينفذها للعدالة، وهناك دور مناط بالأحزاب لمتابعة هذه الأمور بكل تأكيد. شكرا لك سيد وحيد سلام المحامي، كنت معنا عبر السكايب من عدن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.